قول يا أم ازي محمدة. حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا والله، حبك الله يا رب. ربنا يكرمك يا رب. عايزك تدعي لابني ونبي يا شيخ، ربنا يهديه ويصلح حاله. ماله؟ شقي والله يا مصري يا دكتور، ومغلبني خالص، لسه في سته مغلبك؟ ابتدائي وشقي ومغلبني عنده خالص. كم سنة يا أختي؟ في سته ابتدائي يا دكتور، ستة ابتدائي، لازم يغلبك يا أختي. خالص يا اه لا دكتور. لازم يغلبك يا أختي، والكذب مش عارفه ابعده عن لازم يا الكذب أختي يا دكتور لازم. خالص. بقاله يا حبيبتي طول فترة الابتدائي بيكذب وانت ساكتة يا حبيبتي. ابدا والله يا دكتور، استني بس، بضرب انا بقول وبعاقب. الحوار معاكي ليه؟ عشان انا ادعي لك دلوقتي، ومش هدعي دلوقتي، هدعي بعد 40 ثانية. عشان ادعي لك بعد 40 ثانية من غير ما اقول لك الكلام ده، يبقى انا راجل مهرج ودجال ودعائي غير مستجاب. عشان ادعي لك ربنا يهدي ابنك، ادعي لك الاول ان ربنا يهديكي، ما تعمليش حاجه تخليه يتنطط، ما تعمليش حاجه تخليه يتنرفز عليكي، ما تاثريش في واجب من واجباتك، ما تذلهوش، ما هوش قرد، ما هوش كلب عندك، ده بني ادم بعد 3 سنين هيبقى 15 سنه عند ربنا، اسمه بالغ. بالغ يعني بقى اخوكي، محتاج لك بس في شويه اللقمه وبتاع، انما بقى اخوكي وبقى اخو ابوه، بقى راجل زي ابوه. هو محتاج لابوه في القرشين لانه لسه ما اتخرجش، بعد ما يتخرج يغور في داهيه، يروح في داهيه. انما طول ما هو طالب علم في رقبه ابوه، فهو محتاج لرقبه ابوه يعني لجنيه ابوه، ومحتاج للقمه امه. فتعاملوه بالراحه وتقاوموا البلوغ اللي لسه هيهل عليه ده بنوع من انواع الرقه والفطور والهدوء، وما نبقاش صارمين قوي معاه، ونشوف طلباته معقوله فنقول له حاضر، مش معقوله فنناقشه ونقول له حبيبي كذا ومعانا كذا وما نقدرش على كذا، ونصبر ونعمل. ده الكلام اللي اقول لك بقى عليه، بقى الله يهدهولك في هذه الحاله. لابد، انا قايل النهارده 3 كلمات يساوي 3 مليار دولار في درس المسجد. قلت لهم الدعاء محتاج 3 حاجات عشان ربنا يستجيبه. تقول ايه لربنا؟ لا تعلي صوتك، ولا تقول يا ربنا يا بتاع الغلابه، ولا تقول وبعدين يا رب انا عملت ايه يا رب؟ هتموت بنقطه وهيجي لك شلل، وربنا هياخدك اخذ عزيز مقتدر لانك قليل الادب مع ربنا. الدعاء مع ربنا يقول اللهم يا الله يا رحمن، وتشوف لك حته تتضرع الى الله فيها، لان قال كده ربنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. تضرع يعني بمسكنه، وخفيه يعني من غير صوت عالي. والحاجه التانيه المهمه جدا، تعمل حاجه تعين الدعاء وترفعه لفوق، زي صدقه، زي مناخ النعم، 33 عكازه انا عملتهم في كتاب اسمه ركائز الدعاء. والحاجة التالتة يا حلو، تشتغل في مجال الدعاء، يعني اللي عايزة عريس يتقي الله فيها يقوم تنشر الدنيا كلها انها عايزة تتجوز. الكلام ده في البخاري على الشمال، امرأة اسمها سبيعة، اول سطر في الحديث كانت تتزين للخطاب، في البخاري على الشمال كانت ايه؟ تتزين للخطاب. يبقى معروف الله، هي حاطه الزينه دي، الزينه الحلوه دي معموله ليه؟ علشان سعاده البيت اللي احنا نفسنا فيه. انت بقى تتزين للخطاب. كويس؟ الزينه بقى معنويا وماديا، وده يقول انا نفسي في واحده صالحه، والتاني اهل ادلك، وفي الشعر عندنا الا رجل جزاه الله خيرا يدل على محصله تبيت، وحاجات كتيرة جدا. العمل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. شوف ربنا تقبل منا مع يرفع. سيدنا نوح عمل السفينة اللي ربنا نجاه عليها. ربنا عارف إن هينزل مطرة ينجي عبده نوحا ومن آمن معه، ولا يبقى قال له اعمل السفينة، فعمل السفينة، فلما نزلت المية عامت السفينة. ماشي كده بسرعة. عايز أقول معلومة قبل التليفون اللي معايا، مسألة القرآن نزل منجما، مش النجوم يا أبو نجمة، ولا مواقع النجوم يا أبو مواقع. ربنا فلا أقسم بمواقع النجوم، زي ما قال فلا لا أقسم بيوم القيامة، وزي ما قال والفجر. نزل منجما يعني مفرقا، ملوش دعوة بالستار ولا بالنجوم،
القرآن نزل منجما يعني مفرقا، ينزل جبريل يقول لسيدنا محمد الآية دي نمرة 37 في سورة النساء، حط الآية دي 15 في الأحزاب، حط الآية دي في المكان الفلاني، وكتب يكتبه سيدنا محمد بيحفظ رباني صلى الله عليه وسلم، لغاية لما يقول له السورة دي خلصت يا محمد،